تنطلق الشوط الثالث عشر في انطلاقات هذا المساء في هذه التحديات. الابكار هكذا تتواصل انطلاقات أشواطنا مشاهدين الأعزاء. الشوط الثالث عشر في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع وفي هذه التحديات. الشوط الثالث عشر الخاص بالابكار المحليات اللي جاية بشعارات أصحاب السمو الشيوخ. ينطلق هذا الشوط حامل كذلك تحديات الناموس، تحديات الانطلاق في هذا المسار وهذا الأداء الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. نسير مع المراكز الأولى، نسير مع الانطلاق الأول، التقدم على المقدمة وعلى المركز الأول. مشاهدينا الأعزاء يا سلام، انخلي 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 لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها علي بن هزيم المسافري. تتقدم المشاركات وتقودهن، بينما المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدينا الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها علي بن راشد بن حمد بن غدير. تتقدم على المركز الثاني بينما بنت صوغان اللي غيرت على ثاني المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها مسري بن سالم بالعرطي. زعفور تاتي في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عتيج بن سالم بالعرطي تقدمت في هذه اللحظات. الدرعيه تاتي في المركز الثالث من هجن العاصفه بقياده الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز السادس تقدمت في الشاهينيه لسمو الشيخ زايد بن المره المكتوم. حمد بن علي العويسي يتولى عمليه تضميرها، والمركز السابع تواجدت فيه ملوله لسمو الشيخ حمدان بن محمد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها احمد بن سلطان بن رشيد الخطير. المركز الثامن ثامن المراكز وصلت ملوله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن محمد بن مروشد يتولى عمليه التضمير. المركز التاسع دغشة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. وعجيبة تاتي في المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع راشد بن سعيد بالغافرية. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى في رقص اللقاية في تحديات المساء. فالرقص مع المساء جميل ورائع. هذه اللقاية إلى صايل التي تنطلق في ميدان المرموم حاملة التحديات الناموسي والفوز. أعود إلى المركز الأول وهذه الدرعية، الدرعية تسيطر على مقدمة الشوط وبجوارها بنت صوغان. الدرعية من هجن العاصفة بقيادة الواثق وبنت صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة مسري بن سالم بالعرطي في تضميرها. المركز الثالث تتواجد فيه دغشة، دغشة على ثالث المراكز من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. تحركت عجيبة، تحركت عجيبة لتعمل العجائب، لتسوي العجائب. عجيبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. راشد بالغافرية يتولى عملية التضمير. راشد بن سعيد بالغافرية أيضا صاحب خبرة كبيرة وفي هذا المجال. وتحركت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن محمد بن مروشد أحد الشباب المضمرين الرائعين، وصل الفيلسوف، وصل شعار هجن الرياسة مع الشاهينية الشعار الأحمر، الشعار الأحمر. وأحمد بن مطر بن مايد الخيالي الفيلسوف التضمير يتواجد ورجل الأمتار الأخيرة. وصل الخطير كذلك مع هملولة وشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. وأحمد بن
بن سلطان بن رشيد الخطير يتواجد أسماء عملاقة ومضمرين عمالقة قدموا الكثير والكثير من البصمات، ولكن هناك السيطرة عندك يا الواثق، عندك يا الواثق الدرعية للدرعية، وصل المتعب. الله 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 الله, الله. وصل الفيلسوف كذلك، كذلك المتعب والفيلسوف في هذا الانطلاق. المضمرين وشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وهو يتقدم المشاركين على ظهر هملولة، ولكن شوف رجل الأمتار الأخيرة لم يحرك الأوامر حتى هذه اللحظات، ونحن قربنا من الميتين، من الميتين بشعار هجن الرياسة. التحرك بدأ، التحرك بدأ، التحرك بدأ، الأوامر صدرت وتحركت دغشة من الجانب الآخر. أوه يا دغشة، دغشة الشاهينية، دغشة 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 دغشة، دغشت المقدمة في الأمتار الأخيرة. تهانينا لهجن العاصفة، شكرا يا الواثق، شكرا، تهانينا لهجن العاصفة على فوز دغشة بالمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية من هجن الرياسة، والمركز الثالث وصلت فيه هملولة من هجن اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع هجن العاصفة، والمركز الخامس وصلت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد اللي عند ابن خليدة. هكذا تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام على هذا الفوز، ولكن دغشت دغشة الناموس في الأمتار الأخيرة وفي الخمسين متر الأخيرة من هجن العاصفة حققت الناموس. هذه دغشة على شاشة التلفزيون بالتوقيت الزمني 7:51، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، وتهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير الشاهينية بالشعار الأحمر شعار هجن الرياسة، قدمت تنافس شريف وجميل للغاية، حققت توقيت زمني 7:51، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. بينما المركز الثالث نشوف يا مخرجنا، المركز الثالث تستحق كلمة شكر وتقدير، وصلت فيه هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن محمد بن مروشد في توقيت زمني مقداره 7:53 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. ما زلنا نتواصل معكم مشاهدينا متابعين الكرام مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات الرائعة في أمسية اللقاية لهذا اليوم من هنا من أرضية هذا الميدان تحفة الميادين، الميدان الذكي بدانة الدنيا دبي. انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا 14، شوط الختام، شوط خاص باللقاية لبكار المهجنات الأصايل. ننطلق بالصدارة، نتابع بداية هذا